كنت بسأل ضيوفي يعني عن مايكل بروكيتش المدير الفني الأجنبي، ما شاء الله عامل يعني طفرة كبيرة في قطاع الناشئين بالنادي الأهلي، وده كمان يعني شايفينه في النتائج 99، يعني لولا المباراة الفصيلة اللي مش عارفين هتتلعب السنة دي ولا السنة الجاية ولا بعد 10 سنين كان النادي الأهلي ياخد البطولة. 2001 حقق البطولة، 2003 بنتمنى لهم التوفيق إن شاء الله بكرة في المباراة آخر مباراة في الدوري إن شاء الله من طلع الجيش. 2006 حسم البطولة، كل البطولات اللي استمرت في قطاع الناشئين بالنادي الأهلي، بطولات الجمهورية، النادي الأهلي الحمد لله يعتبر العلامة الكاملة. هنسألهم بقى عن براعم النادي الأهلي ودوره كمان مع البراعم من مدرسة الكورة، بيكون دور مهم. كابتن حسين، دور مايكل بقى مع البراعم، بينزل لكم التدريب، في توجيهات للمدربين، في توجيهات للعيبة، الاجتماعات المستمرة دايما مع مايكل بروكش؟ لا، هو في الحقيقة راجل أولا على المستوى الإنساني تعامل باحترام جدا، تعامل كويس جدا. وبعدين في ميزه كمان تانية ان المحاضرات بتاعته، يعني انت مش جايب حد مثلا ماسك القطاع الفني للبراعم او للناشئين، انت كانك جايب محاضر اجنبي من بره، لان احنا كل فتره في محاضرات دايما مع بعض، سواء مع القطاع الناشئين فوق او مع البراعم. بنقعد مع بعض لو في اسئله، لو في حاجات هو جديده هو بيديها لنا، طرق اللعب. عامل حاجه اسمها المبادئ، ان انت ازاي كل فرقة المبادئ، ان انت ازاي تبقى التمركز بتاع الولاد في الملعب ازاي بشكل معين، بيبقى بشكل معين. الكلام ده كله ان هو يسهل عليك ويسهل على اللعيبة اللي هي اللي موجودة ان انت تلعب فيما معنى الكلام كرة حديثة. يعني كور طرق اللعب والكلام ده. هو كمان كان عايز يوحد طرق اللعب على قد ما يقدر في الفترات. دلوقتي الحراس عندنا، حراس المرمى بيبقوا جزء من اللعب. بنحاول ان بيحاول طبعا على قد ما بيقدر ان هو يوصل لنا كل جديد في الكوره، او كل حاجه جديده بتتلعب بره، او الناشئين بره، او القطاعات البراعم بره، انها تبقى موجوده في النادي الاهلي. كويس. المحاضرات كمان احنا معظم المدربين كلها اللي موجوده دايما بنشوف فيه لقطات دايما هو بيحضر المدربين. بالظبط، دي باستمرار. المحاضرات دي باستمرار، باستمراريه على طول، يعني موضوع المحاضرات والكلام ده كله. وبعدين ما بيبخلش على حد في حاجه، لو حد عطل في اي حاجه او حابب ان هو يستفسر عن اي حاجه، دايما مكتبه مفتوح للكل. بقول لحضرتك بيتعامل كمان معامله بيننا وبينه، يعني حاجه ما هو ده مهم جدا، منتهى الرقي بصراحه. الحب والود اللي بيكون موجود بصراحة. بيكون في نتاج في العمل كويس، تحس ان هو من ولاد النادي الاهلي، متربي في النادي الاهلي، يعني التعامل باحترام وبادب والكلام ده كله، المعلومه بهدوء، ما بيتعصبش. حتى احنا لما بنتعصب هو اللي بيكلمنا، لا اهدى. انا يعني سهل علينا في الامور في البدايه خالص، قال لك انا النتائج بالنسبه لي مش مهمه، انا المهم ان انت طرق اللعب والحاجات اللي احنا بنديها للولاد والاستفاده بتاعت الولاد، ان احنا ننشئ ناشئ كويس او برم كويس ان هو يطلع يفيد النادي الاهلي، ده بالنسبه لي الاهم من اي حاجه.